أخبار اليوم. أرجو إن أنا أكون قد يعني أعز المهرجانات على قلبي، ومهرجان عظيم ولطيف وليه طعم خاص وليه مذاق خاص. مهرجان دبي من أول دورة وأنا كنت حضرها إن هو همه جدا ومشغول بالدعم وبالشباب اللي بيحبوا السينما والعايزين يعملوا أفلام. غير المهرجان أوريدي كارفت اللي إحنا نشوفها أو الجمهور يشوفها في أشياء الجمهور العادي ما يشوفها، اللي هي الورك شوبس، الورشات التحضيرية، الكتابة، الإخراج. وجود مهرجانات مثل هذا المهرجان مساحة كتير كويسة لحتى يتم التعارف بينهم وبين الخبرات الثانية.